ماذا يريد الزوج منك؟ الزوج لا يحب المرأة الثرثارة، هو يحب أن يتحدث إليك ويستمع إلى تفاصيل يومك، لكن إياك المبالغة، لا تهتم بالتفاصيل التي يراها الرجل سخيفة وتعامل معه كرجل لا كامرأة. دكتورة إياك الألغاز، واطلب منه ما تريد بشكل مباشر، تطلب منه المساعدة، فالرجل يحب أن يساعد المرأة، وهذه طبيعة في الرجال. من الرجال لا يحسن التعبير عن مشاعره تجاه زوجته، فهم يرون أن الحب أفعال لا أقوال. تقول الدكتورة لا تتصلي فيه، لا تزعجيه، اجعلي للزوج زاوية خاصة، لا تقتحميها، هذا يزرع الثقة في الزوج. أشعر الزوج بالأهمية القصوى في حياتك، أشعريه دائما أنك في حاجة إليه وبحاجة لحبه وحمايته، وأن الحياة لا تكتمل بدونه، فإياك أن تستخفي بوجود الزوج في حياتك أو أن تشعريه أنه لا قيمة له. الاستماع الجيد للزوج، فهو يحب من ينصت له، يحب الرجل في المرأة التي تضفي على الحياة الأسرية الفرح والمرح والمزاح، فالرجل لا يحب المرأة النكدية ويبتعد عنها، لذلك فاحرصي أن تتمتعي بروح المزاح دون إفراط طبعا، حتى لا تفقدين الهيبة.